تنطلق روح التنافس وروح التحدي هنا على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين، حيث ينطلق مشاهدين الأعزاء شوطنا الثالث عشر في مجموع أشواطنا الصباحية الخاص أيضا الخاص بالأبكار المحليات، والمسافة 5 كيلو مترات. على بركة الله نبدأ مع المقدمة، نبدأ مع صدارة هذا الشوط. هناك من تتواجد على المركز الأول اليذابة، سيف بن حمد بن سلطان بالجاف له من يقدم لنا اليذابة على مقدمة هذا الشوط. ثاني المراكز هناك المركز الثاني لافية، خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري على المركز الثاني، والمركز الثالث هناك التقدم، وهناك أيضا التواجد على المركز الثالث من تتواجد، هناك من تتقدم في هذه اللحظات. هناك التواجد من شد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، ولكن هناك أيضا التقدم في هذه اللحظات، التقدم من جبارة عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي هو من يتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع. هناك التقدم والتدخل من رعود سالم بن علي بن سالم بن عبيد بن هياي المنصوري على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك الدخول والتواجد أيضا من خلال الانطلاق والمنافسة الشيقة التي تتنافس الهجن هنا لنيل هذا الشوط ولنيل نواميس الختاميات. ولكن أتابع أيضا التقدم من رعود، هناك سالم بن علي بن سالم بن هياي المنصوري على رابع المراكز من يتقدم إلى المركز الثالث والمركز الخامس. هناك خامس المراكز وتابع الواصلة سلطان بسيب بن محمد السويدي من يتابع الواصلة على خامس المراكز، والمركز السادس هناك الشاهنية سيب بن عبد الله بن مايد المسافري على المركز السادس، والمركز السابع هنا سابع المراكز هناك النشمية مبارك بن حماد بن سالم الاكتبي على المركز السابع، والمركز الثامن هناك التدخل من اغثيوة مصبح بن سالم بن علي بن صميط العليلي من يتابع مع اغثيوة على المركز الثامن والمركز التاسع، وتابع تاسع المراكز. هناك أيضا التقدم من هناك شامة حميد بن مطر بن سالم بن علي بالعرطي الحميري من يتابع شامة في هذا الشوط وفي هذا التحدي على تاسع المراكز والمركز العاشر، عاشر المراكز. هناك من تتواجد ومن تتدخل في هذا الشوط وفي هذا المحتفل الكبير ميدان المرموم تحفة الميادين، وتابع المركز العاشر عاشر المراكز هناك من خلال الشعار شعار محمد بن زايد المنصوري من يتواجد مع شد هناك على المركز العاشر. هكذا الأسماء العشرة الأولى المنطلقة والمتنافسة في هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، هناك المقدمة وهناك المركز الأول، هناك اليذابة، هناك اليذابة على مقدمة هذا الشوط، هناك اليذابة من تتواجد ومن تنطلق بناموس هذا الشوط. سيب بن حمد بن سلطان بن سعيد بالجاف له من يتابع اليذابة على المركز الأول. أتابع المركز الثاني مشاهدين الأعزاء، هناك ثاني المراكز، هناك لافية خليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري على ثاني المراكز، والمركز الثالث ثالث المراكز، هناك أيضا جبارة عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي على المركز الثالث والمركز الرابع. أتابع التقدم وأتابع التواجد من خلال هذا الشعار شعار المسافري من يتقدم مع الشاهنية سيف بن عبد الله بن مايد المسافري على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك الوصول والدخول في هذا الشوط وفي هذا التحدي الرعبية، فهد بن فهيد بن علي الهاجري من يتابع أيضا بفهيد من يتابع انطلاقته على المركز الخامس والمركز السادس، سادس المراكز. هناك المركز السادس، هناك المخيفة، المخيفة محمد بن حزمي بقناص العامري على المركز السادس والمركز السابع. وتابع التقدم وتابع رعود سالم بن علي بن سالم بن هياي المنصوري على المركز السادس والمركز السابع. هناك التقدم وهناك التواجد من غزة عبد الله بن سالم بن محمد بن مسعود المري من يتابع غزة مع المركز السابع والمركز الثامن، شعار البطين من يتواجد على المركز الثامن والمركز التاسع. هناك أيضا التقدم من غثيوة مصبح بن سالم بن علي بن صميط العليلي من يتابع مع غثيوة على المركز التاسع والمركز العاشر، عاشر المراكز. هناك من
من تتواجد مع هناك مراسيل سالم بن سعيد بن سالم ألف هيده المري على المركز العاشر. هكذا الأسماء المنطلقة والمتحدية والتحدي عن ناموس هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط المركز الأول وصدارة هذا الشوط الرباعة، الرباعة على مقدمة هذا الشوط. هناك فهد بن، هناك فهد بن فهد بن طحنون الهاجري، من يتابع، من يتابع الرباعة على مقدمة هذا الشوط. ثاني المراكز وثاني التحديات هناك المركز الثاني. شوف الانطلاق الرائع من خلال جبارة عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي. يا سلام يا سلام، ياهو كم يشارك، ياهو كم يشارك. أشكرك يا مصورنا، أشكرك يا مخرجنا على هذه اللقطات الرائعة هنا على تحفة الميادين. ولكن البطين وصل، البطين وصل مع العمالة، بدت تعمل العمالة. هناك سالم بن حمد البطين المري مع العمالة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، غيرت العمالة، غيرت العمالة مع البطين. ولكن بوفهيد، بوفهيد مع المركز الثاني. هناك فهد بن طحنون الهاجري، يا سلام يا سلام يا بوفهيد. ولكن نتابع ثالث المراكز وثالث التحديات. هناك جبارة عبد الله بن حارب الدرعي، من يتابع جبارة، من يراقب جبارة. ولكن شوف الأداء، شوف الأداء الرائع من خلال هذه الانطلاقات الصباحية. ولكن نتابع بوفهيد على المقدمة، فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري. ولكن العمالة، العمالة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، العمالة، الرباعة، الرباعة، العمالة، العمالة، الرباعة. يا سلام يا سلام، يا هي معركة، معركة طاحنة، معركة طاحنة مع المركز الأول، مع صدارة هذا الشوط. البطين فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري مع الرباعة. تهنينا والناموس على هذا الأداء الرائع. ثاني المراكز العمالة مع البطين، والمركز الثالث، المركز الثالث. مشاهدينا الكرام، نرجع وإياكم إلى التوقيت الزمني، ساعة وصول الرباعة إلى المركز الأول. فهد بن فهد بن طحنون الهاجري، من استطاع انتزاع المركز الأول من خلال جبارة. تهانينا والناموس. توقيت الزمني 7:48، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. ثانية المراكز العمالة، هناك العمالة على المركز الثاني، علي بن سعيد. هناك سالم بن حمد البطين المرية. التوقيت الزمني 7:48، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، هناك الذيبة راشد بن سالم بن عامر العمري. تهانينا والناموس. توقيت الزمني للذيبة 7:48، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.